أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم ساءت أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة كنتيجة أثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية. خلال الساعات القادمة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا، لكن يسود طقس ربيعي دافئ خلال يوم الخميس. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة. حتى سود أجواء غائمة جزئيا، 16 درجة مئوية، الملموسة 15، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 24 إلى 10، عجلون 23 إلى 11، جرس 26 إلى 12، والمفرق 27 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى نبدأها بالزرقاء 28 إلى 13، البلقاء 24 إلى 11، عمان 25 إلى 10، مأدبة 27 إلى 11، والبحر الميت 32 إلى 19. تجد الإشارة إلى أن هناك فوارق حرارية كبيرة بين ساعات النهار وساعات الليل، حيث نهارا تسود أجواء دافئة لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومتسارع. الكرك 25 إلى 11، الطفيلة 25 إلى 11، أيضا الشبك 22 إلى 9 درجات، معان 28 إلى 11، والعقبة طقس حار 35 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 31 إلى 12، نفس الأجواء في الصفاوي ورويشة 32 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.